والنقطة الثانية لنيما، النقطة الثانية دخول قوي في هذا الشوط الثاني من المقابلة الثانية أيضا دور نصف نهائي. والنقطة الثالثة صعبة صعبة الكرة، مينيمار سجل النقطة الثالثة. اعتراض كان صعب من اللاعب رقم 2 الأندونيسية ليني، وبالتالي تكون النقطة الثالثة لميانمار. إرسال الآن أندونيسي والنقطة الرابعة، النقطة الرابعة إذن لصالح ميانمار. دخول قوي، أول سيناريو في اللقاء، أول سيناريو بهذا الشكل، أربعة نقاط فارق. المنتخب الأندونيسي دائما ما كان هو متفوق يأخذ أسبقية. في المقابلة الأولى وقع تعادل ثلاث مرات ثم أسبقية فقط لصالح ميانمار، لكن هذه المرة منتخب ميانمار يدخل بقوة ويباغت المنافس الثاني المنتخب الأندونيسي. شوف الحركة هذه، كانت صعبة الكرة، اعتراض لكن بالرأس، وسجل بالرأس النقطة الخامسة. افتتاح النتيجة لصالح أندونيسيا 5-1. شوفوا هذا هو التسويق نفسه في الكرة الطائرة، لا يمكن الحكم على أي نتيجة. لمس الشباك، لمس الشباك. النقطة الثانية لصالح أندونيسيا 5-2. في الإرسال التنزار وتنجح، كرة مقطوعة في شكل كرة الطاولة، النقطة السادسة. مرة أخرى، مرة أخرى فريق ميانمار ينجح ويسجل النقطة السابعة بنفس الشكل، تلمس الشباك وتبغت الطرف الثاني الأندونيسي. النقطة السابعة أيضاً لميانمار أمام أندونيسيا 7-2. وهناك تفوق واضح الآن لميانمار، يمكن القول بعودة قوية. النقطة الثامنة على أثر هذا التدخل الأخير واللقطة الأخيرة، بالرغم من اعتراض اللاعب فلورنزا رقم 5 من أندونيسيا. Dia belum mulai spekulasi ya seperti itu. Jadi kita harus bisa mengimbanginya. Dia mulai lepas. Time out, raha. Lesak jadid Indonesia. Lorenzo tmarra al-kura ila zamilatha. Tim. Lamsa wa bil-ras. تعود لاعتراض الكرة وتنجح، تنجح النقطة الثالثة، النقطة الثالثة لصالح منتخب أندونيسيا. شوفوا العملية، يقول الآن هذا هو حكم الخطوط كما يسمونه
يعطي يمنح شرعية هذه النقطة. 8-3 دائما مين يمار متفوق. ونقطة رابعة جميلة، نقطة رابعة جميلة لأندونيسيا بالرأس بطريقة ذكية. شوف فلورينزا وضع الكرة في زاوية مستحيلة. ثاني أربعة ومرة أخرى المنتخب الأندونيسي يضغط ويكسب نقطة أخرى إضافية، يكسب نقطة أخرى إضافية. 8-5 ضغط عاد من جديد من جانب المنتخب الأندونيسي. 8-5 الكرة لأندونيسيا وتعود من جانب مينيامار. هذه اللمسة الأولى والثانية وازدواجية فلورنزيا ناجحة، ازدواجية فلورنزيا ناجحة. والنقطة السادسة لأندونيسيا ناجحة فلورنزيا. الإعادة واضحة، إرسال لميانمار، عودة على مستوى الشباك، نقطة لا تفقد تخسرها وتؤول الكرة لصالح ميانمار. النقطة التاسعة إرسال من الجانب الصف للميدان. شوفوا انتظار الكرة من طرف الفريق الثاني، ثلاثة لمسات فقط، اللمسة الأخيرة هو ناجحة. النقطة العاشرة إذن لميانمار، 10-6. إذن لصالح ميانمار في هذا الشوط الثاني من لقاء الثاني دور نصف نهائي سيدات في رياضة السباك تاكرو. النقطة السابعة لأندونيسيا ما تلحقش عليها اللعبة رقم 8 لعبة ميانمار تشوماتسان. وفما فما نجاح، نجاح من جانب ميانمار. النقطة رقم 11 وتنجح من جديد، تنجح من جديد هذه فلورنزا في هذه الضربات الزواجية وتسجل النقطة التاسعة. 11-9 11-9 شوفوا شوفوا قلت هذه لعبة هي أطول لعبة في هذا الفريق، 1.72 من مواليد 19 مارس 92. هاي الكرة، الكرة الثالثة والأخيرة بالرأس. دائما تبحث على الكرات الازدواجية على مستوى الشباك. ميانمار تسجل النقطة رقم 12. النقطة رقم 12 12-8 شوط دخل فيه منتخب ميانمار بقوة في البداية، لكن منتخب الأندونيسي عاد تدريجيا وذل الفارق. نقطة إضافية لميانمار 13-9
لقطة جميلة أتت ب نقطة إضافية لمنتخب ميانمار. والكرة لصالح ميانمار أيضا من جديد 14 مقابل 9، لأن الكرة كانت لصالح فعلا لمستها اللعبة فلورنزا وبالتالي غادرت الميدان 14 مقابل 9. حيرة على وجه المدرب الأندونيسي ومن جديد نقطة إضافية 15 مقابل 9 لصالح ميانمار. الإعادة هذه اللعبة رقم 4 أيضا ناشط على مستوى الشباك من جانب ميانمار. كين هينواي متر 60، السيناريو يمكن أن يتغير. هو تنجح 15 مقابل 11، النقطة رقم 11 لأندونيسيا. تنجح إذن منتخب أندونيسيا قاعد نقطة رقم 12، يسجل من جديد وعودة من جديد للمنتخب الأندونيسي. صورة النقطة رقم 12 وكأنها لمست اللعبة رقم 4 من جانب ميانمار. يعود الإرسال لأندونيسيا، اعتراض جيد ونجح نقطة رقم 13 إذن لصالح دائما النتيجة. ميانمار 15 مقابل 13 وتذل الفارق، إذن الفارق أصبح تقلص من 5 نقاط إلى 2 فقط، 5 نقاط إلى 2. تايم أوت. هذا هذه الوضعية. التنزار كنيواي ورقم 8 مانسويل ياتسان. إرسال أندونيسي، رجع ضربة أولى ضربة ثانية، ثم تصدي، ثم كرة أخرى. وماذا يقول الحكم؟ الحكم من حكم الخط ربما يطلب نقطة لصالح أندونيسيا. هذا ثم الاعتراض 14 فعلا، النقطة لأندونيسيا، احتساب لصالح أندونيسيا. والنقطة رقم 16 هذه المرة لصالح ميانمار. النقطة رقم 16 لصالح ميانمار. محاولات، ثم اعتراض، لا، ترجع الكرة الأندونيسيا، ثم محاولة من جانب ميانمار وبالرأس من فلورنزي. ماذا يقول الحكم؟ الحكم يقول الكرة لصالح ميانمار. 17 رغم من احتجاج اللعبة فلورنزا الأندونيسية. شوفوا يا حتى فرقة متفوق وضربة بالرأس 17 مقابل 14.
نقطة لصالح ميانمار. سبعتاش 14 إذن، والإرسال لصالح ميانمار. اللمسة الأولى كالعادة، وخارج خارج خارج الكرة، تكون النقطة لصالح ميانمار. بالطبع التساؤل بدأ يأخذ محل المعلقين باعتبار أن يدخل الحوار في الشوط الفاصل والأخير ب 15 نقطة، نقطة إضافية 19 مقابل 14 لصالح ميانمار. بالطبع لابد من شوط فاصل لإنهاء. اللقاء الثاني وفي صورة فوز ميانمار تتغير الأمور. إرسال لصالح إندونيسيا، ونجاح من جديد أيضا لميانمار. النقطة رقم 20 مقابل 14. الاعتراض ما كانش صعب من جانب فلورنزي الاندونيسية، والضربة الرأسية لكين هين واي من ميانمار كانت ناجحة. اوت خارج الميدان. النقطة رقم 15 لاندونيسيا، 20 مقابل 15 إذن. واضح الكرة خارج الميدان. 15 والنقطة 21 إذن، ونهاية هذا الشوط الثاني. 21 مقابل 15 في المقابلة الثانية من فئة 15 نقطة، وبالطبع الفريق الفائز سيتبارى في الدور النهائي مع الفريق الآخر الفائز من الدور النهائي الثاني، يجمع تايلاندا والفيتنام. النقطة الأولى لصالح إندونيسيا. النقطة الأولى لصالح إندونيسيا إذن. 1-0 إرسال إندونيسي، ونقطة ثانية. دخول بقوة من الجانب الإندونيسي في هذا الشوط الفاصل والأخير في اللقاء الثاني دور نصف نهائي. اعتراض جيد وتنجح، والكرة لصالح ميانمار. اثنين واحد. وكرة خارج التعادل، فما تعادل. اثنين مقابل اثنين. ونشحى لأن الكرة
لمسة لعبة من ميانمار وتخرج لصالح اندونيسيا. والنقطة الثالثة ونقطة رابعة باعتبار أن الاعتراض للعبة رقم أربعة من جانب ميانمار كين هين واي كان بعيد وتغادر الكرة الميدان. يحتسب اعتراض دفاعي تخرج الكرة كما شاهدنا 4-2 لصالح اندونيسيا. صالح اندونيسيا الآن ونقطة لصالح ميانمار. هل سيتواصل التشويق أما سيعود المنتخب الأندونيسي بقوة؟ لا، عملية ازدواجية غير ناجحة. والنقطة السابعة لميانمار في هذا اللقاء الشوط الفاصل من المقابلة الثانية. وبالطبع لابد من إجراء مقابلة أخرى للتعرف عن الفائز في صورة فوز ميانمار، لكن ننتظر. 7-4 هناك لمس الشباك، لا وتخرج النجاح ليس من جانب اللاعب رقم 5 لاعبة اندونيسيا كريستي فلورنزيا. الشيء اللي ادى المدربة باش تطلب وقت مستقطع، تايم اوت امامكم. ستكون الامور bisa. Dan kita lepas kayak tadi. Habiskan. Bawa badannya. مدرب ميانمار بالرغم من الفوز لكن دائما كان ينتظر ويترقب، لأن عنصر المفاجأة دائما واضح. الطلب من الحكم الرئيسي للعودة إلى اللعب. ما فيش فريق فائز في البداية، يعني كل شيء ممكن أن يتغير. إرسال أندونيسي لا بعيدة. نقطة لأندونيسيا الإعادة على مستوى الشباك، مقطوعة الكرة. هناك محاولة لكن بعيدة، خارج بعيدة عن الميدان بكثير. إرسال من جديد، 8-5 لأندونيسيا. الكرة لصالح ميانمار. تسعة خمسة لصالح ميانمار. وهذه ازدواجية جميلة وناجحة أيضا لصالح اندونيسيا. دائما نفس اللعبة فلورنزيا.
تسعة ستة. النقطة العاشرة، النقطة العاشرة، في طريق مفتوح للتشويق. فلورنزيا تنجح في التسجيل وتخرق في التصدي. إرسال لميانمار، ونقطة لإندونيسيا، 10-7. عشرة سبعة إذن لصالح إندونيسيا. إرسال لميانمار، شفنا نفس اللعبة قامت هي بها فلورنزيا ثلاث مرات، ولكن في عملية التصدي تخفق. النقطة رقم 11 لميانمار، 11-7. هذه عملية الاعتراض والكرة غادرت الميدان. تنفيذ هاللعبة تعرضت لإصابة. رقم 5 كريستي فلورنزيا أمامكم. هذا هو الاعتراض، ربما تسبب في هذا التمطط العضلي. الحكم يطلب الهدوء بالطبع. الإسعاف في الموعد بالطبع من جانب منتخب اندونيسيا، ونحن نتابع اعزائي المشاهدين دائما هذا اللقاء الشيق والحماسي واللي يجمع منتخب اندونيسيا ومنتخب ميانمار في رياضة السيباك تاكرو من خلال الألعاب الآسيوية بكوريا الجنوبية انشون 2014. طبعا تغيير المكان والملعب لأننا في نصف اللقاء، نصف الشوط، 15 النقطة هذا الشوط الأخير والفاصل. حداش مقابل سبعة، أربع نقاط فارق. أربع نقاط فارق لصالح ميانمار. إرسال إندونيسي، اللمسة الثالثة. ونقطة لأندونيسيا، فلورنزي بالرأس. النقطة الثامنة، أمامكم الإعادة واضحة، لمسة رأسية في مكان صعب وفي المربع الثاني التابع لميانمار. 11-8. إرسال أندونيسي، مرة أخرى تعود الكرة لصالح إندونيسيا. و النقطة
لصالح ميانمار. حكم الخط يقول لصالح اندونيسيا، لكن الحكم الرئيسي يمنح النقطة لميانمار. شوفوا الاعتراض في إعادة كرة غادرت الميدان. النقطة رقم 13 والإرسال يسحب هذه النقطة لفريق ميانمار في هذا الشوط الفاصل من اللقاء الثاني. اللقاء الأول انتهى 2-0، واللقاء الثاني الشوط الأول انتهى 21-13 لصالح أندونيسيا، والشوط الثاني 21-15 لصالح ميانمار. الشيء اللي أدى إلى لعب هذا الشوط الفاصل والأخير في اللقاء الثاني بالطبع 14-8 لميانمار. عودة قوية، نقطة تفصل ميانمار للدخول في المقابلة الثالثة، وبالطبع لابد أن يكون فيها فائز نهائي. لكن ضربة إرسال متبوعة بهذه العملية الزواجية ناجحة لصالح إندونيسيا. النقطة التاسعة، النقطة التاسعة. ونهاية هذا الشوط الفاصل بتفوق ميانمار على إندونيسيا 15-9، والدخول في اللقاء الأخير لنهاية هذا الدور نصف النهائي. هذه إعادة النقطة الأخيرة لصالح ميانمار، عاد بقوة وأخذ الأمور لصالح 16-9. كيف أنا كنت أظن الشوط سبعتاش تسعة ميانمار، 14-9 ميانمار دائما. يوصلون على 21 نقطة، لأن في القانون لابد من إعطاء هذا الشوط الفاصل ب 15-18 ميانمار. وتنجح 18-9. وحتى في التغيير وقع التغيير على مستوى الملعب في النقطة السابعة. منتاج 10 وخارج الميدان النقطة رقم 19. ساتاش مقابل 10. والنقطة رقم 20 الآن 20-10. عودة قوية لفريق ميانمار، إذن وقع اللعب بطريقة 21 نقطة. يا
إرسال أندونيسي الآن. 11 مقابل 20 لصالح ميانمار دائما. إعادة الكرة ولا خاطئة ولصالح أندونيسيا. سوف تدخل مولينزي اللاعب رقم 5 في الاعتراض بالساق وتعيد الكرة للعب وتحافظ على الإرسال في نفس الوقت. وينجح فريق ميانمار إذا ويسجل النقطة 21، تعادل إذا في المقابلات. إذا ينجح فريق ميانمار لأخذ الأسبقية ويعيد السيناريو من جديد.